attraverso il dopo. Sì. إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم جديد في الدبات المباشر من الدار البيضاء. احنا الآن مدينة الدار البيضاء بالضبط بشارع مقداد الحريزي، في الأخر ديالو حدا تشيسيما، حدا ملعب تشيسيما. يعني حادثة سير خطيرة في هذه اللحظات، يعني اللي راح الضحية ديالها واحد من الأشخاص، يعني توفى الله يرحمه، وثلاثة داتهم لونفيونس. يعني فضل هاد الاجواء يعني و الطريق يعني والكليساج، ف مزيدا من الحيطه والحذر، خصوصا وعلى اننا يعني كيفاش غادي نقولوا لها مشكله، والله الا مشكله، خصوصا الناس يعني اللي كيمشيو بالليل. فرا ماشي حيت الليل خاوي صافي، يعني ما كاينش طوموبيلات بزاف، ما كاينش دي زاكسيدون، راه بالعكس الليل هو فين كيوقعوا الكسيد اللي خايبين ومميشين بزاف. فكنشوفوا يعني الرموك كيفاش داير، ورغم ذلك فالحديد ديالو واجب اثار ديال الضرب. الله يجيب الشفاء يعني لدوك الناس الاخرين اللي ما داتهم لومبيلونس. السيد اللي مات الله يرحمه، فلحد الان الشرطه يلاه كتشوف يعني كيفاش داير الحادث، بحكم الشارع هنا فما كيكونوش ما كاينش سيركيلاسيون، ناس على رجليهم. يعني السبب ديال كيفاش تجات واش جا طوموبيل من هاد الجهه ولا من الجهه الاخرى، يعني ما معروفاش. كنشوف الطوموبيل كيفاش ولات، راه تخمجات كي كنقول. الله يصاوب وصافي. إن الله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه مسكينة السيد هذا، والله يشافي دوك الناس اللي مشاو للسبيطار. الناس كيسولوا واش حدا تشيسيما، اي اخويا حدا تشيسيما بالضبط، ها هو الصور ديال تشيسيما، ها الاخر ديال مقداد الحريسي. السرعه اخويا، اي اخويا، ما دابا حتى شكون اللي غادي يعاود لك شنو وقع هنايا، واش منين جايه، واش من بلاصه جايه، ما كاينش. يعني كتشوف الطريق خاويه تماما، خصوصا على هاد البلاصه، يعني كتعتبر الطريق هنا خاويه، ما كاينش السكينه، ما كاينش بزاف، يعني ما كاينش حتى شكون اللي غادي يعاود لك، كاين لا غارديان لا بنادم غادي جاي لا والو، كاين غير دابا رجال الشرطه هما اللي كاينين هنايا. يعني في الطوموبيل كي كنقولوا ضربات بالكامل، خصوصا جهه الشيفور، يعني غالبا يكون هو اللي تشوف. الله يصاوب وصافي، الله يصاوب وصافي. مشاكل، الله يحفظك خويا، الله يعاونك تبارك الله عليك. اذا المتابعين الكرام، فوصلنا يعني النهايه ديال هذا البث هذا. شكرا لكم، شكرا لتتبعكم مزيدا من الحيطه والحذر. الله يشافي يعني الناس اللي في السبيطارات، ويعني الناس اللي كياخذوا الطريق بالليل، فيزيدوا يعني يزيدوا في الحيطه والحذر. ف ما بقيناش مازال بغينا نزيدوا ونخسروا ارواح ديال الناس بزاف. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا، والله يصاوب. اذا المتابعين الكرام، شكرا لكم والى اللقاء.